اللاعب السوداني فنيا ومهاريا هل مؤهل لانه يحترف؟ الحاجه الثانيه، الحاجات اللي قالها مدسر، هل هي من اسباب انه اللاعب السوداني ما احترف حقيقه؟ حقيقة هي من الأسباب الجوهرية جدا. هي طبعا أنا زي ما ذكرت في الأول قلت لك في فترة من الفترات يعني اللاعب السوداني كان مطلوب جدا، لأنه كرة القدم في الوقت ذاك نحن كنا من الرواد في كرة القدم، وكرة القدم عموما في الوقت ذاك كانت بتعتمد على المهارة الفنية للاعب، واللاعب السوداني لا تنقص المهارة الفنية، وكنا نحن زي ما قلت لك من الرواد. فأي لاعب مبرز كان سوداني كان في امثله كبيره جدا لاحتراف لاعبين على مستوى يعني الانديه الافريقيه والانديه الخليجيه، وادوا اداء كبير جدا وعكسوا وجه مشرق جدا للكره السودانيه. حاليا فشل الاحتراف اللاعب السوداني يعني عنده اسباب كثيره جدا واسباب جوهريه واسباب قويه جدا، لو تكلمنا عنها حناخذ وقت طويل، لكن خلينا نتكلم عنها اجمالا يعني ناخذها اجمالا بدون تفاصيل. انا اعتقد من اهم الاسباب اللي هي اللاعب نفسه، عدم تكوين اللاعب التكوين السليم منذ الصغر. الكوره الان صارت علم، بما يعني انه اللاعب يعني مقاييس اللاعب اختلفت من المقاييس الاحترافيه الاولى. اللاعب الان انت بتقيس في اشياء معينه بتقاس بها اللاعب، السرعه، وزن اللاعب، محافظته، الاداء التكتيكي بتاعه، الاستجابه التكتيكيه. نحن الى الان للاسف كورتنا تعتمد على المهارات مهارات فطريه، يعني ما فيها شيء من التكتيك، ما فيها شيء من التكوين.